السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا على الاي اي جي ار بي، نسوي العملي مال الاي اي جي ار بي. زين، بينه هي بالاكزام مالتنا راح شي يصير، بينه هي راح تجيب لنا هذا التوبولوجي كامل مكمل، وراح نقول برمجوا لي اياه وسوي لي اياه اي جي ار بي. هي مثل الفايل مالته يصير بي كي اي. زين، وراسا احنا نبرمجه ونسوي اي. فالمهم نانا تعطيك بالمحاضرة مالتنا راح تعطينا الـ addressing table كامل كله R1 R2 R3 على عدد الراوترات والفرع مالتها الايبيات كلها موجودة. زين، وعندك الراوترات نشكلها نسويها. بنانا بالراوتر مالتنا في حالة اذا ما طلعت يعني توبولوجي جاهزة نسوي محاضرة لك عليه قبلها تحسبا. هنا بالتوبولوجي مالتنا بانه الدي سي اي الموجودات هذني بالسيريالات، هنا حنخلي الكلوك مالتنا اللي يصحوا لك كلوك ريت بهاي الفتحه وهاي الفتحه، وعندنا بالهاي كلوك ريت الثالثه هنا نصير. اوكي، هسه نبدي نبرمج راوتر. راوتر شوف شنو اول مطلوب بالمطالب مالتنا، كونفيجر السيريال والايثرنت. زين، وسوي هاي الابيات ابي سيات. اوكي، خلينا نبلش. كله بحيث هو جاهز، خلي السيريال الفتحة مالتهم شغلتهم كملت، يعني حسب ست ضمياء الامتحان مالتهم. نسوي انيبل، ندخل على بريفليج كونفيجر. زين، ونخلي باسوردات لاين كون حاسبة كونسول نطيله باسورد، وتكون هي حاسبة واحدة اكيد سيسكو خليله. لوجن كل شيء عايز هذا مهم حتى يشتغل فاعله. والفي تي واي للتلنت واللي خمس حاسبات راح تكون. زين، والباسورد مالته ايضا حنخلي لها سيسكو. لوجن اكزيت. زين، والانيبل ايضا نخلي له باسورد مهمنا هي سيسكو. وسيرفيس باسورد انكريبشن هاي حتى نشفرها اذا طلبت منه. هسه نبدي هوست نيم نسميه R1، هو مسمن هوست نيم R1. اوكي، نبدي هسه نسوي مالتنا اللي هذا، نعرف الفاست اثرنت والسيريال الاصفاره والسيريال 001. اوكي، نقول له انترفيس فاست اثرنت 0/0. زين، شنو الاي بي مالته اللي هو مطينا اياه حسب التوبولوجي او حسب الاي بي الدريسنج تيبل 172.20.32.1 للR1، والسبنت ماسك هياته 240. فنكتب له نقول له اي بي ادريس مالتنا الاي بي والشي يسمونه سبنت ماسك 240.0. زين، نكتب لنا شات داون. ايش صار هسه؟ احنا عندنا تفعل، هذا نتاكد بان شغلنا صحيح. زين، بعدين وراها هسه نبرمج لنا راح حنبرمج الشي يسمونه الدي سي اي اللي هو 3/1. هاي الفتحه راح نسويها هسه. زين، حنقول له نطلع اكسيت انترفيس سيريال 0/0/0. زين، نطيل الاي بي ادريس مالته، نروح للجدول مالتنا. الجدول الاي بي ادريس مالت الاصفاره هياته 172.20.56.2 والسبنت نهايته 52. هو نقدر احنا نستنتج منه من النيتورك موجوده واحنا نطي، بس هي حسب التوبولوجي او حسب الادريس تيبل نطيل انها احنا نسويها 252. قلنا هذا دي سي اي نطينا معناها كلوك ريت 64000، وراها نو شت داون. ها هي. زين، نقول لها هسه اكزيت. السؤال يبقى ليش ما صار ان انا هاي النقطتين صارت خضراء؟ يعني السؤال بانه احنا بعدنا ما مبرمجين الفتحه اللخ مال الراوتر، من مبرمجها يلا تصير خضراء. هنا بالفاست اثرنت ما يحتاج، لان هي ماكو راوتر واحد، هو بس قصدي راوتر واحد، ماكو اكثر من راوتر واحد. اوكي، هسه نسوي انترفيس. زين، السيريال 0/0/1 مال شنو؟ مال هاي الفتحه، مال هاي البوابه، مال هاي الراوتر. اوكي، نطي الاي بي ادريس مالته الجد مالتنا 0/0/1 هي 192.20.56.9 والسبنت نهايته 52. ما بي هو مو دي سي اي،
يعني ما بيكليك رايت راسا نو شت داون. خلصنا همنا ما صار اخضر لان عرفنا بانه هذا الراوتر. بعد نكمل الراوترات البقيه نجي على الراوتر الاخر راسا نسوي الباسوردات انيبل زين كونف تي بعدين وراها اللاين كون صفر حاسبه واحده والباسورد مالت سيسكو ولوجن اكزيت زين اللاين VTY VTY 045 حاسبات الباسورد مالتنا هم سيسكو بعدين لوجن اكزيت وراها شنو الانيبل نخلي له باسورد ايضا وهي سيسكو وراها شنو نقول له سيرفيس باسورد انكريبشن ها شفرنا هسه احنا كل هذا اوكي هسه نبدي نبرمج الانترفيسات مالته فاست اثرنت 0/0 هسه نقول نشوف يا فاست اثرنت نقصد بيها هذا 0/0 ننفذ هاي البوابة نسوي لها مالتها الفاست اثرنت ايش قد يا ترى مالتها حسب الراوتر اثنين بدنا نشتغل عليه هياتي الاي بي ادرس مالته هالقد والسبنت نهايته او مو قبل النهاية 224 نجي هنا اي بي ادرس نخلي له الاي بي طنا 255.255.224.0 حسب السؤال نرجع نشيك اكثر من مرة ايش قد 224 اوكي نوين راوتر 2 كل هالقد رأسا نو شت داون هسه نلاحظ ايش صارت البوابه مالتنا اخذت الاخبار معناها شغلنا صحيح زين هسه شو نقول له نطلع اكزيت ننفذ السيريال 0/0/0 مال يا سيريال مال هاي كلاس فار مال هاي البوابه نسوي لها السيريال مالتها ايش قد الاي بي ادريس مالتها نروح على الادريسنج تيبل مال هذا موجود حياتي 170.20.56.1 ونهايته 252 السبنت ماسكي 255 255 255 252 اوكي اي هسه نرجع لهذا اي اي بي ادرس خليناه هالقد ايش نكتب له هسه هذا مال السيريال لاستنس فار هل هو هسه السؤال يبقى هل هو دي تي اي او دي سي اي هو دي تي اي يوم دي سي اي هناك بيكليك رايت اذا احنا رأسا راح شو نقول له نقول رأسا نو شت داون ايش راح يصير لو تلاحظون صار اخضر معناها شغلنا صحيح هاي الفتحة او هاي البوابة هي نجحت يعني شغلنا متقدم هسه ندخل على اكزيت انترفيس سيريال 0/0/1 اللي هي هاي اوكي نطلع الاي بي ادريس مالته حسب السؤال او حسب الادريس تيبل هي ربطتنا اياه 0/1/172.20.56.5 اوكي ونط السبنت ماسك مالته 252 يبقى شنو هل هو دي سي اي او دي تي اي هو طبعا دي سي اي اذا شنو شنو نخلي له نخلي له كلوك رايت كلوك رايت جينا كلوك رايت مالتنا 64000 وراها اكزيت ليش ما صار اخضر قلنا لان بعد عندنا هذا الراوتر لازم نكمل هاي البوابتين خلصنا هسه بقى بشنو بقى اللوب باك اللوب باك هذا شيء جديد بس احنا نستفاد منه اي اللوب باك بين هنا احنا عندنا هو شيء جديد هو عباره عن شنو اللوب باك تكتب انترفيس لوب باك تاخذ من الواحد الى 65000 اي رقم يعجبك 65000 يعني فد رقم كبير اي رقم من الواحد يعني بكيفك اي رقم بس احنا دائما ناخذ رقم واحد او اثنين او ثلاثة عادي ما ياثر بالحل مالتنا اي فناخذ انترفيس لوب باك واحد نفس هذا الاي بي ادريس حسب السؤال المطي اللي هو ال نوت واحد او 10/10/1 والمات الماكت السبنت نهايته 52 52 52 52 52 52 52 ونكتب له شت داون حتى يتفعل اللوب باك هو في الشيء يعني مو له يعني في يعني لوجيكال وليس فيزيكال بينه في الشيء داخل الراوتر يكون موجود
فتحة أو في شيء بين بوابة موجودة، بأنه هي لأن الاختبارات تشوف الكونكشن مالتنا الشغل مالتنا صح أو خطأ وإلى آخره. هي هاي إنه شغل اللوب باك. يفيدنا أكثر شيء بالأو إس بي إف من نعرف إن الراوتر آي دي. خلصنا هسه إحنا من راوتر 2، هسه نجي على راوتر 3. راوتر 3 ننفذ به هذا بروبليج هسه كونتي لاين كون صفر حاسبة واحدة، باسوردات نسويها كلها سيسكو، بعدين لوجن اكزيت لاين في تي واي 0 4 ونفذ له باسورد سيسكو لوجن، بعدين وراها اكزيت الانيبل نعطي له باسورد هم سيسكو سيرفيس باسورد انكريبشن، شفنا كل الباسوردات. هسه شوف الانترفيسات، اول شيء طبعا انفذ هذا الانترفيس انترفيس الفاست ايثرنت اللي هو هاي الفتحه انه هاي البوابه اقصد نسوي بها نعرفها ايش قد الاي بي ادريس مالتها حسب المطنيا بالدريسنج تيبل. هنا نستنتج من برا بس نخل نلتزم المطنيا هي 0 172 20 48 1 واللي سبت ماسك مالته 248 حسب الموجود بالجدول 255 255 248.0. وش نطي له نو شت داون، تلاحظ بانه ايش صار تفعل شغلنا صحيح. اكسس انترفيس سيريال 0/0/0 اللي هو يا انترفيس بيهم احنا نسوي هسه نسوي هذا وهو شنو دي سي اي، اذا بي شنو بي كلوك ريت بالشغل مالتنا. فنعطي له اي بي ادريس، طبعا هذا جاهز التوبولوجي اللي هي مجهزته، يعني هو مجهزنا الاستاد واحنا علينا بالشغل. نطي مالتنا سي 3 صفاره هو 10 ومالته 252 700 ماسك. نطي له كلوك ريت، قلنا لان هذا هذا 3 صفاره 3 صفاره ايش بي كلوك ريت 6 4 3 صفارة وراها نو شات داون. وبعش نلاحظ راح صار اخضر، يعني احنا مسوين هاي النقطة ومسوين هاي النقطة ايش صحيح. وقت السيريال 0 0 1 0 0 1 ناخذ مالت الاي بي ادريس، وطبعا السبنت ماسك مالت نهاية 258 52. خلصنا الشغل تقريبا، يعني شغل الانترفيس المادة exit interface serial 0 اي 0 serial 0 0 slash 0 slash 1 والIP address مالتنا 255 255 255. بعدين 252 وراح نقول له نو شات داون، يعني ما بهذا كلوك ريت شي صار عندنا راح المفروض يتفعل عندنا خطأ صار خطأ. 56 6 هذا الاي بي ادرس اعطيناه. انترفيس سيريال تشينج ستيت تو داون اي 252 نو شت داون الدي سي اي 0 0 1 هي ترى اعطيناه هذا، نتأكد من هذا الدي سي اي مالتنا. اكزيت انترفيس سيريال اها الخطأ الموجود كان وين، شوف هاي الشغلات لازم تنبه عليها. الخطأ الموجود بانه احنا عرفنا السيريال 001 كله صح، طيناه كلوك ريت وطيناه ادريس، بس نسيناه شنو سيريال 0 0 1 بس نقول له نو شت داون نفعله. طينا الاي بي طينا هذا بس نسينا نقول له يا بس نو شت داون، هسه فعل والرسم مالتنا كله صار صحيح. كل هذا الشغل هذا الشغل هنا الاستاد يطلع عليه خوش تقييم وخوش درجه. هسه نجي على موضوع الليفل 2 وهو قبل ما نجي موضوع الليفل 2 طبعا الحاسبات لازم نفعلها نعطيها الاي بيات مالتنا بي سي 1 زين سكتوب تروح اي بي كونفيجريشن ايش نطيله
نعطيه على حسب التوبولوجي الموجود عندنا حسب الاي بي ادريس. جد الاي بي مالته جد السبنت 240 اوكي خلي لي هنا ديفولت جيت واي ايش جيت الأولى. نجي على الحاسبة الثانية. نبدأ نأخذ الـ IP address مالتها. 224 السبنت ماسك مالتنا. سبنت ماسك مالتنا 48 سبنت وهذا الديفولت جيت نفسه المنطق يا بالتوبولوجي منطق يا بالادريسنج تيبل الذكرى نفسه لا تغير بي ولا تسوي شيء تقدر تغير بي وتقدر هذا بس احنا نمشي على الموجود خلصنا هسه مالتنا الكونفيجريشن مال الحاسب خلصنا اول تاسك اول تاسك خلصنا طعنا البي سيات وطعنا الهاري configuration هو OSPF احنا راح نشتغل IIGRP Enhanced Internet Gateway Protocol of all router هنا انا راح اعلمكم نبدي اول شيء بهذا الراوتر اول راوتر طعنا باست مالتا سيسكو enable سيسكو config t هسه نقول له راوتر IIGRP ونط هنا أنا واحد او واحد او اثنين او صفر او ثلاثة هم من واحد من 65,000 اي رقم تختار كيفك بس يكون لازم من IIGRP بانه هذا رقم هو autonomous number يصيحوا له لازم يكون الكل الراوترات هو نفس الرقم اذا ما نقص نفس الرقم غلط يعني اذا تخلي هذا الراوتر اليه واحد واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة ما يجوز لازم هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد IIGRP واحد مالتنا autonomous number النيتورك مالتنا راح نطه هسه انه هذا الراوتر الاول دخلنا له بانه نعرف له النيتوركات هذا اللي بكتبوا لي اياه هذا هاي النيتورك نفسها نصا تنكتب اي نيتورك نكتب هسه 172.20.32.0 راها نيتورك اللوخ نكتب له 172.20.56.0 لا 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 خطأ وليس 56 56 اي لا لا صحيح 20.56.0 النيتورك اللوخ زين اللي اخيرة 172.20.56.8 هاي هاي صار الـ IIGRP مال هذا الراوتر هذا اللاخ هم نفس العملية نسويها وياه نقول له راوتر IIGRP نفس الرقم واحد نكتب له النيتورك مالتنا 172.20.0.0 اوكي نيتورك 172.20.56.0 والنيتورك نيتورك 172.20.56.4 172.20.56.4 هذا خلصنا الـ IIGRP من الراوتر الثاني هم من exit نطلع عندنا ندخل على config نقول له راوتر IIGRP واحد نفس الـ autonomous نكتب له النيتوركات
172.20.48.0 ونيتورك 172.20.56 زين 56 مو 65 56.4 56.4 ونيتورك الأخيرة هي مال هاي الراوتر مال هذا الراوتر مال هاي 172.20.72.56.8 شيك أكثر ثمانية هاي خلصنا الـ IGRP مال الراوترات. إذن هسه إيش صار؟ إحنا عندنا صار EIGRP كل الراوترات. نجي لهاي الحاسبة تروح عليه تبنق تبنق المن من هاي الحاسبة PC1 إلى PC2 تبنق لها جد الـ PC2 جد طيناها مالتنا شو يسمونه PC2 الـIP هذا الـIP هذا الـIP نصا تسوي له بينج وتشوف المادتك الشغل صح أو خطأ. ننتظر request time out request time out معناها عندنا مشكلة. حل المشكلة هسه request time out. طريقة أخرى هذا صار تكون مشكلة بالحل من هذا الريال تايم تقول له simulation. هنا أنا edit filters طفين كلهن تشغل الـ ISMB بس تأخذ رسالة من PC1 إلى PC2 وتقول له capture forward. أكو معناها مشكلة. المشكلة مالتنا وين؟ المشكلة معناها بالحاسبة نفسها الـ IP احنا configuration مالتنا غلط. أي شنو الخطأ بي؟ الـ default gateway مالتنا الديفولت جيت واي خطأ. ليش؟ لأن التوبولوجي مالتنا الديفولت جيت واي عندنا خطأ مال ثلاث حاسبات. أتوقع إحنا عندنا خطأ. شلون راح نحل المشكلة هاي؟ بالتوبولوجي أكو معناها خل هذا إحنا نصلحها لأن يعني بالامتحان ما راح يجي خطأ راح يجي صحيح. شلون نعرف؟ نقول له exit بالبريفليج تكتب له show IP interface brief fast ethernet 00 هو 172.20.32.1 هذا هو الديفولت جيت واي مالتنا. نروح للحاسبة وين البي سي 1 اكتب الديفولت جيت واي الصحيح ونروح للحاسبة الثانية ايضا نغير لازم مالت الاي بي لازم نروح على الراوتر 2 ونشوف نقول له اكزيت اكزيت show IP interface brief الانترفيس مالتنا 01.20.01 صحيح. احنا نحتاجنا الـ gateway ظهر بس ما الدارك شون يزغلط. هسه خلينا نشيك الرسالة مالتنا capture forward اضف لحظة لان نطفي السيموليشن نرجع من جديد كابتشر فورورد دخلت الرسالة صح. إذن الإعاز مالتنا صحيح شغلنا صح بافر أوفر فلان يخالف كلير إيفنت. حاسبة شوية نتحمل طفي ال نشوف هذا الراوتر هل هو صح مالت هذا الديفولت جيت واي اكزيت اكزيت شو انترفيس بريف اي بي انترفيس بريف ايش قد هذا 48.1 صح بس الاول واحد كان عندنا مالته خطا السيميليشن نطفيه نروح على ريل تايم نرجع للحقيقه نرجع الحاسبه بندق من جده وجديد ارجع عيد الاعاز نفسي اذا نجحت عملية البينج خلصنا. ها هي الراوترات صارت على EIGRP زين
declare all direct connected to the router هي قصد على لأن كل موجودات بالارت وش يريد يقول لك start default traffic going to any other network not to the loop back باللوب باك تيجي على الراوتر اثنين زين راوتر اثنين شو تقول لي تقول لي conf t اللوب باك مالتنا شو تسوي له تقول له ip root ip root اللوب باك مالتنا الديستنيشن مالتنا هو اللوب باك نخلي مالته الاي بي زين يعني القصد بي باللوب باك الاي بي مالتي زين والسبنت ماسك انكمبليت كوماند نسينا شيء بعد لوب باك واحد الروت ما راح يتوجه عليه ان كونستانت سبنت ماسك 255 اللوب باك الاول الدنيا بلا صفر مهم اللوب باك يقصد بي بانه هو نسوي له اي بي روت اي اي بي روت عندنا مشكله بالسبنت ماسك لوب باك 1 ان كونستانت هذا كله لحظه destination مالتي copy روح على راوتر من الراوترات conf t ip وقل s 0 slash 0 slash 0 inconstant address اللوب ها الخطأ وين مو نكتب واحد نكتب صفر يطلع الاس صفر ناني صفر يلا صح نجي على راوتر اثنين هي قصد بي نتورك عفوا ليس واحد نانا صفر يعني هي دائما احنا ناخذ النتورك مال المكان اللي نريد نروح له والسبنت ماس مالته والاسم المكان اللي تروح له يعني الفتحه احنا البوابه راح نطلع منها اذا هذا هسه يسوي عادي خلصناها اللوب باك برمجنا الليفل 2 ستاتيك سويناه make sure of LAN interface become passive يعني unnecessary updates ما يحتاج بالابديت LAN القصد بها بين هاي LAN اللي هي fast ethernet شلون نسويها راح passive تقول لي router IGRP 1 وتكتب passive زين FA 0 slash 0 هاي بعد كل ما يصير هلا باكيت مال ابديت مال IGRP راح الفاست ethernet ما يصير بأي شيء يعني ما يكون ضمن الابديت زين FA 0 slash 0 والراوتر 2 ثاني هو نفس الحالة زين اي اي جي ار بي 1 ونطمت الباسيف اف اي 0 slash 0 هاي خلصنا خطوة الثالثة ما هي الباسيف بعد ما يدخل بالابديت فيريفاي هاي الثلاث اوامر هي مهمة بان يريد يشوف لك النيبر يشوف مال ايتش راوتر والبروتوكول والهذا النيبر شلون نشوفه يقول له اكزيت اكزيت بالبريفليج يقول له شو زين اي بي او انترفيس اي اي جي ار بي او اي بي اي اي جي ار بي اي اي جي ار بي نيبر هذا النيبر مالتنا ذاك الادرس مالته شريد منه نيبرات هذا شو نيبر routing protocol information مال each router each router يعني كل router يسوي له هذا تقول له هنا مثلا هذا router 1 exit exit شو نقول له نقول له show IP protocols ال EIGRP يعطيك اياه جدلته انا مسخدنا كله واحد زين جدل اني routing net for network مالت نطيناه الباسيف عرفنا لللان فاست انترنت كان بوكيت والجيت واي مالتنا والعندك الانترنال مالت الادمستريتر 90 والاكسترنال 170 زين وكل راوتر نسوي له شو اي بي بروتوكول ما يحتاج
واخر شيء view routing table تكتب له show ip root يعطيك الروت مالتك النتورك اللي هي شنو الدايركت كونكتد الاس ستاتيك اللي هو عرفناه بوقتها اللوب باك دايركت كونكتد عندك هذا مال بيرنت اي بي صار شنو سامرايز قسم الى 6 سبنت عادي اذا يرادك منك والتقسيمات الدي هي الاي اي جي ار بي مالتنا الدايناميك راوتر شنو مالت الاي بي نتورك اللي اخذناها هي 90 هي الادمنستريت ديستن اللي هي وعدك شو يسمونه هذا المترك مالتنا زين بعد شنو الاسئله عندك هنا احد الاسئله ايضا الموديفاي باندويث الباندويث بانه للراوترات شنو الباندويث بانه هسه عرفنا هالاي بي وسوينا من ثلاث شغلات هسه هنشتغل مثلا على راوتر راوتر 1 الباندويث يكون هنا باندويث اي لازم نطي باندويث لهذا فتحة البوابة وهاي البوابة نطي لازم نفس الباندويث شلون نروح على راوتر 1 ندخل له على الكونف كونفيجر كونف دي ونقول له هنا انترفيس السيريال مالتنا اللي قلنا هسه عليه 0/0/0 ونكتب باندويث 64 حسب الرقم يعطي خلاص هاي سوينا باندويث وتروح للراوتر الاخر زين تقول له اكزيت وتقول له انترفيس سيريال 0/0/0 حسب السيريال مالتنا ايش قد اعطينا لهذا باندويث لازم يكون نفس الباندويث باندويث 64 هاي خلصنا الشغله ونفس الحاله ويا الراوترات البقيه نطيها باندويث هم تدخل على الفتحه بوابه وتدخل على هالبوابه ونطيها نفس الباندويث 64 يعني خلينا نشوف مثلا نقول له راح اكزيت انترفيس سيريال 0/0/1 نقول له هم يعني عايز الباندويث 64 وتدخل على الراوتر الثالث تقول له كونفيجر كونف تي وانترفيس سيريال 0/0/1 باندويث شيل نطي 64 هاي بس لازم يكون نفس الباندويث بين الاثنين خلاص اذا ارادت اعازات احنا قلنا بوقتها من المشاكل انه هاي الستة سابنت ماسك اذا هي ارادت انه ما يصير بها سابنت ماسك ما يصير بها السامري شو نقول لي ندخل بالاي اي جي ار بي اكزيت نقول له راوتر اي اي جي ار بي 1 نقول له نو اوتو سامري خلاص الاوتو سامري بعد يروح ولا نسوي هالبقية الراوترات نو اوتو سامري بعد ماكو اوتو سامري راسا كل راوتر راح يمطئ التلعاز هاي بالنسبة لهذا نادا كومبليت 37% يقول لان احنا اشتغلنا على اي جي ار بي ما اشتغلنا على او اس بي اف او اس بي اف ان شاء الله المحاضرة القادمة خلاص بعد احنا كملنا التوبولوجي مالتنا كامل في حالة تدارتوا تعرفون شلون يعني مثلا نسوي كل راوتر مالت السيريال تخلي الراوتر تشغل الراوتر تطفي تختار WIC2T تاخذ المالت هذا فتحة ها هي وتشغل الراوتر خلاص اختار بفتحة سيريال وربط اعتيادي الربط بالنسبة للسيريال الكلوك ريت هي هاي اللي هي DCE اللي كنا عليها وين تربطها هي راح تصير DCE زين واما من تربطها تريد تربطها لسويتش مال اي سويتش او الحاسبة من الحواسيب مالتنا زين تختارون دائما احنا نختار الدايناميك نربط بيناتهم للسهولة وانما هي لازم انت تختار كروس اوفر او ستريت خاف تغلط بالحل زين هسه هذا شنو هذا ستريت هسه صار بين الحاسبه وبين الراوتر صار ستريت هسه من نربط راح راوتر وراوتر راح يصير شنو